بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خيط نتاع اللي يمشي به البورتابل في عوض الانسان باش يعمل فلاش ولا باش يقعد يهز معه في كل مره يهز يعني قران ولا حاجات في فلاش ما يبدا القران البورتابل نتاعو فيه القران نتاعو كذا عنده خيط هذا سبيسيال يتباع في عند اللي يبيعوا الصنو عند اللي يبيعوا المواد نتاع نتاع البافلوات الواحد يتباع وتحط في المسجل وتنوركم كيفاش العمليه تصير بعد من بعد ما نحو المسجل طبعا اللوطاني والفوقاني هيا لما نحو هذوما نحو هذوما كلهم نجيو هنا قلنا نحو الصندوق عندنا الخيط نتاعنا هذايا فما كعبتين فيس لوطا هنا هاهم شوفوهم كعبه فيس هنا كعبه فيس هنا نحو ونحاولوا نجدوا الخيط باش نخرجوه باش من بعد نجمو نخرجوه مع مكان الحشنا به هذا الخيط خرجناه تو بعد هنا نصرفوا ونخرجوه منين نحبوا احنا نخرجوه على اليمين نخرجوه على اليسار نخرجوه طول لان عندنا اماكن هاو عندنا من هنا وعندنا هاو نشوفوا صبعي منين عندنا من هنا نشوفوا صبعي وعندنا من الجهه هذه عندنا من كل مكان وقتها نجم نصرفوا بعد ما خرجناه من هنا مكانه نجم نصرفوا به العمليه كلها هي في التركيب وفي البروغراماسيون نتاعو اللي باش يلزم الانسان يفهمها باش يعملها دونك ندور هنا على الخيط نتاعنا اللي هو مش سهل ممكن ما يعرفوش كل حد اللي هو الخيط هذا والخيط اللي شريناه جديد من عند اللي يبيعوا السنو هذوما زوز لازم يركبوا مع بعضهم في نفس الوقت في حرف واحد باش نجموا كانهم فيشه واحده يولوا يدخلوا بعضهم كانهم فيشه واحده وتحطهم هنا مكان هذوك نحطهم الاثنين بعض ونجيبهم مكانهم بالضبط ونحطهم من الداهم اللي عمليه تاع الخيوط سهله ومهله ومليئه فيها هادشي نرجعوا للمكتب مكانه بعد ما نوصلوا للمكتب كيف حتى هذا عنده التيتون اللي فيها التيتون هذه الانسان يرد باله باش يرجع الخيط هذا مكانه باش ما يتعرضش هذاك باش يحاول يقيديه بالسياسه بالسياسه يقيديه ويحطه في مكانه باش يجي ما كانش من بعد ما يخرج بالضبط فما شحال نشوفوا نحطوا يدينا لداخل فما شحال مع الضغط او كيما توا هنا عندنا خيط مع الضغط لازم الخيط هذا كان بعده
فين اللي نقول مكانه بالضبط. اذا كان شد مكانه بعد ارجع هذاك الحل كله، لان هنا تو هذا خيط خرجنا نجيو في العمليه هذه اللي هي نتاع مش يخدم ال وقت من بعد ما نحطوا البورتاب نتاعنا ورجل امورنا ننزلوا على الموسيقى هذه على الموسيقى تخرج لنا كلمه نيو اون. عندنا نجيو هنا للبارتي هذه اليمين ونقعد ننزلوا عليها نلوجوا على حاجه اسمها اوكس، نلوجوا على حاجه اسمها اوكس هذه اوكس هي فيها اوف اوكس بالبليس هذه نرجعها اون. هذه العملية سهلة ما فيهاش حتى شيء. بعد ما عملنا العملية هذيك نتاع الاوكس نجيو هنا وين فما نتاع الصوت هذيا نتاع الواحد ننزلوا على هذيا نقعدوا نفركسوا على حاجة اسمها اف ام هذيك راديو مثلا هذيا ال في ال دبل في هذيك الإذاعة. نجيو هنا الام دبليو في كيف اذاعه، نجي هنا كلمه اوكس هذه اوكس هي اللي تم الـ 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 البورتابل او الشيء اللي تحطه انت فيه القران ولا فيه الموسيقى ولا فيه كذا. نجي تو قلت لي حطيناها اوكس هنا غاديكا وحاطين الواحده حاضره الصوت هنا باش نجي للبورتابل نتاعك وتجبد الاوديو هذيك اللي شنو القران اللي عندك ولا اللي هو تحب تسمع وتنزل عليه اوكي تسمعوا فيه. اه في هذا في الواحد هذا في هذا من البورتابل ديريكت لو تنحيته يسكت. ها شفتوها هذا ديريكت من البورتابل يعني سهل عمليه. هذا قران فهمت العمليه سهله ما فيها شيء اكثر من هيك وان شاء الله تفيدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجيو اللي بعد ما عملنا العمليه نتاع الصوت وغيره كل شيء قلنا الصوت نجيو الخيط هذا نتاعنا اللي خرجناه من الوقت كما وريناكم نزيدو نخرجوه هنا من جنب اليمين. تحب تخرجوا من جنب اليمين تحب تخرجوا من جنب اليسار انت حر منين تحب تخرجوا. هذا يحب ثم اللي يحب يخرجوا من هنا باش يحطوا الوحده نتاعو في الدرج، ثم اللي يحب يخرجوا من هنا يحطوا وحده هنا في مثلا في السيبور نتاع البورتابل يحط البورتابل هنا مثلا يحط سيبور اللي هو هذا مثلا هكا يحط هنا سيبور يحط البورتابل نتاعو هكا قدامه مثلا كل واحد كيفاش يحب يحط. احنا هنا باش توا تفاديا للسرقه والمشاكل نتاع البورتابل باش ما يشوفوش بيه نحطوه في الجار نتاعنا نحلو الجار نتاعنا وندخلوه من هنا من تحت الفوانيه هذه ونمشوه وهو هكا وهكا عمليته سهله ما فيها حتى شيء. نجم نعمل حط البورتابل نتاعو هنا